في هذا الطابق وفي الطابق العلويين السدة الأولى والسدة الثانية، في كل طابق يتكون مركز وقاعة كبيرة. هذه هي المنافع التي ستخدم القاعة الكبيرة، عبارة عن دورتين مع حمام مع بوفيه مطبخ. ثم هذه القاعة الكبيرة والتي سيتم الاستفادة منها لمركز تحفيظ القرآن الكريم، حيث هذا المركز بفضل الله سبحانه وتعالى يضم حاليا أكثر من 150 طالب، حلقات موزعة، وسيكون هذا بمثابة مركز لهم ليجمعهم جميعا، ويكون إن شاء الله نواة لعمل إسلامي يؤسس لطلبة يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.